بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة طيبين، سنة أولى. النهاردة إن شاء الله المحاضرة بتاعتنا هنتكلم فيها عن النون ممبرينس أورجانيلز. في المحاضرة اللي فاتت إحنا خدنا يعني إيه أورجانيلز، التعريف بتاعها. النهاردة هناخد النوع التاني. انتوا خدتوا الأولاني كان الممبرينس أورجانيلز، وهي بتبقى ليها دور اكتف في الخلية. النوع اللي احنا هنبتدي فيه النهاردة اللي هو نون ممبرينس، اللي هو الأورجانيلز اللي عندي not bounded by a membrane. اوكي، I'm دكتور هبة علاء الدين مبارك. I'm assistant professor in histology and cell biology department Asiut University. الليرنينج اوبجكتيف اللي احنا اصول هنطلع بيها من المحاضره دي، ان انت تقدر تعمل ديسكرايب للاستراكشر والتايبس بتاعه الريبوسومز، ريكوجنايز الاستراكشر اند فانكشن اوف بروتيزومز، تقدر تتعرف او تعمل ديفينيشن للسايتو سكيلتون وانيوموريت ذم. You can also discriminate the structure and the function of microtubules and centrosome, and you can illustrate the structure and function of microtubules or microfilaments and intermediate filaments. ايه هما النون ممبرينس اورجانيلز؟ الاورجانيلز دي اشياء بيبقى ليها اكتف رول في الخليه. خلاص، يبقى اكتف رول ان ذا سيل فانكشن. خلاص، وبتبقى بريزنت ان ذا سايتوبلاست. زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت، خدتوا الممبرينس منها اللي هي سراوندد باي ممبرين، وكان ابرزهم الرف اندوبلازميك ريتيكولم والجولجي ابريتس في السموث اندوبلازميك ريتيكولم، وفي اللايزوسومز، وفي الفيزيكلز بانواعها. النون ممبرينس اكتر حاجه يهموني اللي هم الريبوسومز، سنتروسومز، بروتيوسومز، اند سيتوسكيلتون. هنبدأ بالريبوسومز. الريبوسومز دي عبارة عن small non-membranous organelles present in all animal cells but differ in amount، يعني بتبقى موجودة في أغلب أو في كل الخلايا اللي هي animal cells، وبس بكميات مختلفة according to their activity in protein synthesis، نتيجة للورك بتاعها في صناعة البروتين. فلو خلية فيها بروتين synthesis عالي هنلاقي كمية الريبوسومز بتبقى كتيرة، لو البروتين synthesis قليل هنلاقي ان كمية الريبوسومز بتبقى قليلة. هنا في رسم توضيحي لأجزاء الريبوسوم، بيتكون من small unit و large sub unit، وبيبقى موجود بينهم شريط من الماسنجر ار ان اي، وبيجي الترانسفير ريبوسومال الترانسفيربل ار ان اي، بيبتدي يقرا الشفره اللي موجوده على الام او الماسنجر ار ان اي، ويبتدي يجمع الأمينو أسيد ويرتبهم حسب الشفرة اللي موجودة على الماسنجر. الاستراكشر احنا ادينا عنه فكرة، بيتكون من 2 sub units طبعا لهم أحجام مختلفة، وقلنا ودي رسمة تانية خلاص، من small sub unit و large sub unit، وبيبقى بينهم أو بيبقوا bound لي استراند من المسنجر ار ان اي. المسنجر ار ان اي
ده بتبقى عليه الكود او بتبقى عليه الشفره بتاعت البروتين اللي مطلوب ان هو يتكون. خلاص the two subunits are composed of ribosomal capsid. two subunits دول بيتكونوا من ايه؟ حاجه بنسميها ار ribosomal RNA. خلاص ribosomal RNA and proteins. يبقى المكونات بتاعه السبيونتس بتتكون من ribosomal RNA and proteins. These ribosomal proteins are synthesized in البروتين الجزء البروتين منه بيبقى بيتصنع في السيتوبلازم كأي بروتين وبعد كده بيبقى imported بيروح تاني يدخل جوه النيوكليس لأن أصل تركيب الريبوسوم نفسه بيتم أساسا في النيوكليولس بتاعة الخلية فبيرجع تاني للنيوكليس وبيبقى هناك اسوشيت يتركب عليه او يتضاف عليه اللي هو الماسنجر ار ان اي و قبل ما تركب عليه الماسنجر ار ان اي البروتينز بيتكون معاها اللي هو الريبوزوم الار ان اي وده بيبقى في مصدره من النيوكليولس اوف الخلية اللي هو النواية النواة جواها النواية الحاجات دي هتكونوا أكيد خدتوها في المحاضرات الأولانية والريبوزوم الار ان اي دوا بيبقى جديد. خلاص هنا الحتة اللي هي البروتين بيتصنع في السيتوبلازم وبيدخل جوه هنا فيها حتة حاجة من اللي بيسموها الريسايكلينج. خلاص يعني مش لازم كل بروتين يبقى جديد ممكن لو عندي بروتين موجود في السيتوبلازم وكويس الشفرة بتاعته كويسة الترتيب او الكود بتاعه كويس بناخده طبعا لو بروتين مش كويس على طول الخلية بتبقى بتتصرف فيه وبيحصل له ديجراديشن. The ribosomal subunits خلاص يبقى تكونوا البروتين دخل من السيتوبلازم دخل على النيوكليوس وصل مع النيوكليولس من النيوكليولس كونت الريبوزومال ار ان اي امتزجوا الريبوزومال ار ان اي والبروتين وكونوا لي اليونت النهائيه اللي هي الريبوزومز سبيونتس. خلاص هيرجع موف باك تو ذا نيوكليوس يرجع تاني from the nucleus to the cytoplasm for translation of any messenger strand. خلاص يبقى موجود اول ما الشفرة بتاعة المسنجر سيتوبلازم بيبتدي يمسك فيها الريبوزوم يبتدي يفضل يترجمها ويبتدي زي ما قلنا هيجي في عندي ريبوزوم الار ان اي اللي هو في مكونات نفس الريبوزوم مع البروتين بيجي يمسك بعد كده في الماسنجر ار ان اي اللي بتبقى عليه الكود او الشفره بتاعه البروتين اللي عايز يتكون وبعد كده اللي هيساعده في تكوين البروتين حاجه اللي هي التي ار ان اي اللي هو الترانسفيرابل ار ان اي اللي هو بيبتدي يجيب الامينو اسيدز لان البروتين بيتكون من امينو اسيدز يجيب الامينو اسيدز حسب الترتيب بتاعها. خلاص والامينو اسيد لعلمك عددها محدد هم تقريبا 20 امينو اسيد بتدينا اختلافات رهيبه تبديل وتوافيق اختلافات كتيره في البروتينات. خلاص فيقرا الشفره والتي ار ان اي يبتدي يجمع الامينو اسيد حسب الترتيب بتاع الشفره وفي الاخر بيتكون المنتج النهائي اللي عندي اللي هو البروتين المطلوب. العمليه دي يعني ان يقوم بها ريبوزوم واحد بتبقى قليله جدا غالبا بتبقى مجموعه ريبوسومات فبنسميها بولي ريبوسومز او بوليزومز. خلاص والريبوزوم عموما هم عشان نوع البروتين اللي فيها والار ان اي ده اسيد خلاص اللي هو الريبوزوم الار ان اي ده اسيد فالاسيد طبعا بيبقى ياخد الصبغه القاعديه فعشان كده بيبقى بيزو فيليك. خلاص وكمان بيبقى في عندي فوسفيت جروب
بتبقى موجودة بكثرة of the RNA molecule. يبقى ال RNA خلاص ده أسيدك خلاص بيميل للصبغة القاعدية، واللي بيخلي ليه قابلية أكتر إن هو يبقى intensive basophilic. برضو في بيبقى معاه phosphate group، لو أنتوا خدتوا تكوين ال DNA واللي خدتوه فيه الحاجات التانية، هو ال RNA زي ال DNA تقريبا، ما عدا في طبعا اختلافات في القواعد بتصايبين والكلام ده كله، وبيبقى بين استراند واحد، لكن نفس الكونسبت بتاع الدي ان ايه. برضو في معاه السكر، بس السكر بيبقى نوع تاني، وبيبقى فيه فوسفيت جروبس. الفوسفيت جروبس دي بتخليه ان هو مور لايكلي ان هو يبقى يميل للصبغه القاعديه ويبقى بيزوفيليك، يعني يبان لونه واخد الصبغه الزرقاء تحت اللايت مايكروسكوب. طيب هنيجي للتايبس اوف البوليرايبوزوم. في الاتاشد بوليرايبوزوم، ودي اللي خدتوها مع الرف اندوبلازميك ريتيكولم، خلاص هي سميناها رف ليه؟ الاندوبلازميك ريتيكولم الجزء اللي فيها اللي بيبقى عليها اتاشد رايبوزومز بنسميها رف اندوبلازميك ريتيكولم، في جزء تاني بيبقى سموث بنسميه الاسموث اندوبلازميك ريتيكولم. خلاص طيب البوليرايبوزومز اللي هي اتاشد في الاندوبلازميك ريتيكولم دي بتبقى involved in the formation of membrane protein of the endoplasmic reticulum، لان هي برضو الرف اندوبلازميك ريتيكولم دي هي لازم بتتجدد، لازم بتتصنع كل شويه، والجولجي ابريتس اور السيل ميمبرين الممبرين برضو بتاعت اللايزوسومز برضو دي عايزه تتعمل. الممبرينز دي بيبقى فيها بروتينز طبعا من ضمن مكوناتها، والسكريتوري برضو بروتين. يبقى الاتاشد بوليرايبوزوم بتبقى انفولفد في تكوين الممبرين بروتينز بتاعت الاندوبلازميك ريتيكولم، الجولجي اور سيل ممبرين، والانزيمات اللي هي هتبقى stored in the lysosome والsecretory proteins. تمام؟ طيب each centriole of the centrosome خلاص is composed، نخلي بالنا بيتكونوا من 9 خلاص 9 مجموعات 9 highly organized microtubule triplets، يعني 9 مجموعات كل مجموعه بتتكون من 3 microtubule، عشان كده بنسميها triplet assemble. خلاص بتبنى او بتترتب in a cartwheel structure زي العجله بتاعت العربيات خلاص، او بتاعت اللي هي العجلات يعني الويل العجله خلاص. and contain سنترين سينكسين and تكتين. سنترين خلاص اللي هو سينسين او سينكسين and تكتين. Most human cells have centrosome also called MTOCS اللي هي microtubule organizing center except some terminally differentiated cells. يعني ايه terminally differentiated؟ some مش كلها، some terminally differentiated cells، ودول نعرفهم such as red blood cells البليتلت stratum corneum بتاعة السكن، دول بيبقوا terminally differentiated خلاص، ودول بيبقى ليهم وضع خاص. لما بتدرسوا كل واحدة هتعرفوا ان دول بتبقوا specialized cells شوية، فدول مش بيبقوا محتاجين قوي في المرحلة دي اللي هي well differentiated ان هم يبقى فيها centrosome، مش محتاجينه فمش بيبقى موجود خلاص، لكن موجود في كل الخلايا التانية. هنا الرسمة هي موجودة، ادي 9 مجموعات كل مجموعه من 3 انابيب او 3 سلندر، 3 مواسير نقدر نقول سلندر يعني زي الانبوبه او الماسوره اهم،
3 3 3 هنجمع المجموعات الثلاثة دي خلاص يبقى 9 جروب اوف مايكروتوبيولز تريبلتس خلاص اورجنايزد ان هايلي ماتر لايك كارتويل. طيب ايه الفانكشن بتاعتها؟ It serves as the main microtubules organizing the center of the animal cells. برضو الفانكشن بتاعت السنتروسوم او التو سنتريولز هي بتبقى regulated للسيل سايكل بروجريشن، وهتاخدوا السيل سايكل بس يعني هتاخدوها بشكل مبسط، لكن هي ليها رول جامد ان السيل سايكل تتحرك من مرحلة للتانية. السيل سايكل فيها G0 G1 S phase و G2، كل مرحلة ليها وقت محدد ومقدار معين وليها وظائف بتتعمل في هذه في كل مرحلة من المراحل. البروجريشن دوا من ضمن الحاجات اللي بيتحكم فيها عشان تكمل السيل سايكل اللي هي السنتروسوم. تاني السنتروسوم ليها دور أساسي في عملية الانقسام اللي هي الميتوسيس in animal cells. طيب كمان هي بتعمل البيزل بادي يعني الجسم الاساسي اللي بينمو بيه السيليا والفلاجيلا خلاص. السيليا دي موجوده جدا في الريسبيراتوري تراكت خلاص، اكتر في الابر ريسبيراتوري تراكت، والسيليا دي مهمه جدا ان هي اي حاجه مش مرغوبه تدخل دايما بتعمل بيت توورد ذا اوتسايد، لو في اي ميوكس اي مايكروبس داست وهكذا. والفلاجيلا خلاص تاني حاجه برضو اللي بتعمل البيزل بودي اللي بتكمل برضو المايكروتوبيولز اللي تبقى موجوده في التيل بتاع السبرم جرو، عشان السبرم اللي هي الحيوانات المنوية بتتكون لها عملية تحويرية بيتكون لها تيل. التيل ده بيبقى معمول من المايكروتوبيولز، والمايكروتوبيولز دي بتبقى طالعة من مرتكز اللي هم البيزل بادي. هتاخدوها في المحاضرات الأولانية تركيب المايكروتوبيولز شبيه جدا بالبيزل بادي ما عدا اختلاف بسيط جدا خلاص، وده بتاخدوه في محاضرة هتاخدوها في محاضرات اعتقد الابيثيليال تيشو، عشان بيبقى فيه موديفيكيشن وبيبقى فيها سيليا فبتتشرح التفصيل بتاعت البيزل بادي والسيليا في محاضرة الإبيثيليوم، ونقدر بعد كده نقارن بين التركيب بتاع الميكروتوبيولز في السنتروسوم وتركيب الميكروتوبيولز برضو اللي هي بتكون البيزل بادي بس ليها تركيبة قريبة بس مختلفة شوية عن الناين تريبلت خلاص. البروتوسومز طيب ده تالت نوع من الـ النون ممبرينس اورجانيلز دي بيبقى فيري سمول اباندنت بروتين كومبلكسز، يعني بروتينات صغيرة جدا كتيرة جدا وبتبقى عاملة كومبلكس يعني بروتينات معقدة التركيب شوية، وزي ما قلنا مفيش ممبرين بيسراوند ليها. طب ايه الفانكشن بتاعت البروتوسومز دي؟ ان هي بتعمل ديجراديشن بتكسر بتحلل اوف دي ناتيوريشن اون نون فانكشنال بولي بيبتايدز. البولي بيبتايدز خلاص اللي هي الحاجات الاوليه اللي بتكون لي اللي بعمل منها الامينو اسيدز او اللي هي الروابط اللي بتربط بين الامينو اسيدز دي خلاص بولي بيبتايدز بقت مش محتاجينها خلاص دي، عشان يعني بقت ان هي يعني زي ايه ربش خلاص. فهي بتحصل لها ايه؟ بتكسرها عشان ما تبقاش تملى الخلية ويطلع بقى بولي بيبتايدز جديدة. كمان برضو لو في بروتين خلاص مش كويس بروتين نسميه بروتين ويست، هي برضو بتعمل ريموف للبروتين ويست. فهي شوية الشغل بتاعها قريب شوية من اللايسوسوم بس مش هندخل في التفاصيل، كل واحدة وليها المهمة وبتشتغل على حاجات
تخص الليزوزوم ليه طريقة، دي لها طريقة، لكن احنا بناخد الكونسبت الأساسية، والحاجات الجامدة دي بتبقى للتخصصية قوي وللأبحاث، ودي نتيجة الأبحاث دي بتنفع بقى في الأبحاث عشان يكتشفوا المرض بيبقى فين، لو في مشكلة في البروتوسومز، في مشكلة في اللايسوسومز، في مشكلة في طريقة الديجراديشن، أو ما بيحصلش سواء هنا أو في اللايسوزومز، دي بقى بتفرق بقى في سواء اكتشاف المرض أو في بقى أنا بشتغل بدواء معين، الدواء معين ده هل بيساعد ان يبقى عندي بروتين وست، هل بيساعد يبقى عندي البوليبيبتايدس بتكتر عندي اللي هي نون فانكشنال، فدي كلها بتبقى حاجات بتفيد يعني داخله تبع المولكيولر بيولوجي، هي بتفيد جدا، بس الكلام ده هيبقى كبير علينا في المرحله بتاعت في سنه اولى، لكن دي من الحاجات الاساسيه المهمه جدا اللي هي تبع دلوقتي، هي مش يعني الخليه مش بتدرس على انها بس جولجي ورف، لا هي بتدرس من ناحيه الامور، وبتدرس على هيئه ماي مولكيولر بيولوجي اللي يبين لك اهميه الخليه بكل المكونات اللي فيها خلاص، وهي دي الابحاث اللي بتشتغل على شكل كويس، هي بتشتغل بالطريقة الحديثة، ما بتشتغلش ان ده جولجي ومش عارف ايه، لا الجولجي ده فيه مواد، الجولجي ده فيه ممبرين، الممبرين ده بيبقى فيه كمية كبيرة من الممبرين استراكشر اللي احنا خدناها، كمية من البروتين، البروتين ده ليها تصرف لوحده، وليها البروتينات دي بتتصرف بالشكل المعتاد، ولا حصل في مشكله في تركيب البروتينات، وهل ده على مستوى ايه، مستوى الخليه، ولا حصل ان حصل التركيب حصل خلل في تركيب البروتينات بتاعت الممبرين، او من حصل اختلال في الشفره بتاعت الماسنجر، يعني من الاساس خالص، فدي بتفرق جامد بقى في الحاجات، مش بس البروتوسومز، كل الاورجانيلز اللي احنا بندرسها او الخلية عموما بكلها دلوقتي، بالنيوكلياس بالسيتوبلازم، هي بتدرس بهذا الشكل المستفيض، واللي على اثره دلوقتي مش بس بنبص زي ان المرض ده بيجي معاه كذا وحرارة وسخونة واسهال كده، لا الابحاث دلوقتي خلاص بتدخل تشوف اصل الخلية حصل فيها ايه اللي هو يدي النواتج دي كلها، تمام؟ هنا في ندي بنقول حاجة صغيرة، ان الليزوزوم دايجست الأورجانيز او ممبرين بطريقة الاوتوفاجي خلاص، بات البروتوسومز دايجست فري بروتين مولكيولز خلاص، يعني الليزوزومز بتاخد دايجست الاورجانيلز، بتاخد الاورجانيل القديم، يعني في رف اندوبلازميك قديمه، جولجي قديمه، فيزيكال قديمه، بتروح ايه اوتوفاجي، يعني زي ما يكون ليها بق وكلت الاورجانيلز دوت خلاص، لكن البروتوسومز دي احنا قلنا ان هي عباره عن بروتين مولكيولز كومبلكس، يعني كومبلكس من بروتين مولكيولز خلاص، فهي بتروح ايه بتفتت او دايجست الفري بروتين مولكيولز خلاص. يعني الليزوسوم بتعمل دايجست للاورجانيلز كامل، لا البروتوسومز بتعمل دايجست للبروتين مولكيول، هي ما بتاخدش اورجانيل كامل وتعمل له ديجراديشن خلاص، ماشي؟ ده في فرق بين اورجانيل اعمل دايجست اورجانيل، ان انا اعمل دايجست لمولكيول. الحاجه اخر حاجه في النون ممبرينس اورجانيل اللي هي السيتوسكيلتون او الهيكل، زي السيتوسكيلتون اللي هو زي الهيكل العظمي بتاع الانسان اللي هو السكيلتون خلاص، اللي انتوا درستوه في التشريح السكيلتون خلاص، ايه الحاجه الصلبه اللي الخليه بتقف عليها، ما تبقاش مترنحه، يعني الخليه بيبقى ليها شيب معين، ما بتتفعص كده خلاص، زي ما احنا عندنا السكيلتون بيتكون من السباينال كورد السباين
خلاص، والريبس والفيمر والهامر والهيومرس والكلام ده كله اللي هو الهيكل العظمي بتاعنا اللي هو الهيومن سكيلتون. خلاص برضو الخلية ليها السايتو، سايتو يعني خلية، سايتو سكيلتون بيتكون أساسا من ثلاث حاجات، المايكروتوبيولز ودي بنسميها السيك فيلمنت تخينة خلاص، وجبنا سيرتها بس هنكمل عليها طبعا في الجزء ده، وفي السين فيلمنت او بنسميها المايكرو فيلمنتس ودي المثال ليها الاكتين فيلمنتس، وفي الانترميديت فيلمنت ودي مجموعه كبيره جدا احنا هناخد منها كذا نوع صغيرين، والانترميديت فيلمنتس دي ليها اهميه كبيره جدا، وهم كل الفيلمنتس ليها اهميه كبيره جدا لان هم بيحركوا حاجات وبيتحكموا في الموفمنت وفي الشيب بتاع الخليه، بيتحكموا في النقل او حركه المواصلات جوه الخليه، بيتحكموا الانترميديت فيلمنت كمان والمايكروتوبيولز طبعا ليهم اساس في عمليه انقسامات الخليه فلها علاقه جدا بالكانسر. الاكتين والاكتين ده اللي يعني من ضمن السيل فيلمنت بتاعه الماسلز السكليتال ماسلز والماسلز الثانيه سواء الكارديك او السموث ماسل، فكلها حاجات جامده. احنا هناخد بس زي ما قلنا حاجه بسيطه عن او فكره بسيطه عن كل حاجه فيهم. هنبتدي بالاكتين فيلمنتس ودي بنسميها يا اما مايكرو فيلمنتس او سين فيلمنتس، ثلاثة نفس الحكاية. السيتوبلازميك اكتين فيلمنتس دي بتبقى 6 نانومتر وايد، بتبقى فيري لونج بوليمر، البوليمر دي جمع مونيمر، المونيمر دي الوحدة الأساسية، الوحدة الأساسية دي لما بتتعايد نفس الوحدة الأساسية بتتعايد عندي بتتكرر كتير فبسميها بوليمر. البوليمر ده هو ايه؟ اوف اجلوبولار جي اكتين بروتين مونيمر، يعني المونيمر بتاعي بيبقى جلوبولار، جلوبولار يعني شكله جلوبيول، شكله يعني جلوبيول يعني بالشكل خيط، يعني شكل جلوبيول، شكل دايره، شكل مكعب، شكل خماسي سداسي بنسميها جلوبولار. خلاص البروتين الجي اكتين بروتين ده بيبقى واخد شكل الجلوبيول اللي هو شكل مربع مكعب خماسي سداسي، خلاص عشان ليه فورمه ثانيه البروتين ده بيبقى واخد فورمه ان هو يبقى فيلمنت اللي هو على اسم عنوان الشريحه. يبقى المونيمر بتاعي اللي هو جلوبولار جي اكتين بروتين خلاص. طيب it is a هو لما الجي اكتين بروتين ده مونيمر اتجمع وعمل لي صف طويل مع بعض بقي عندي بوليمر. البوليمر ده قلنا بنسميه هومو بوليمر. يعني ايه هومو بوليمر؟ يعني بيتكون من نوع واحد من البروتين ما بيتغيرش، يعني هي نفس الوحده ما بتتغيرش، نفس التايب اوف ذا بروتين بيتكرر. طيب the filament has an inherent helical structure and polarity، يعني بيبقى ليها شكل هيليكال يعني شكل لولبي شويه وليها بولاريتي خلاص، يعني ليها بول وبول خلاص، واحد بيبقى زي ما هنشوف دلوقتي واحد بول مثلا بيتبني وبول ناحيه الهدم، فده يخلي ان في الشغل بتاعي او المد بتاعي بيبقى ناحيه البول اللي هو بيتبني، والشغل عندي بيقف ناحيه البول بتاع البوليمر ده ان هو بيتكسر. الاكتين فيلمنت دي بتبقى شورتر وبس، طبعا شورتر وسنر ومور فلكسبل زان ذا مايكروتوبيولز. ذا بولاريتي اوف ذا فيلمنتس ابير تو هاف باربيد اند اند ا بوينتد اند، اند ذا باربيد اند از ذا فاستر جروينج اند. خلاص زي ما قلنا في ناحيتين، ناحيه بيبقى فيها بنى سريع للاكتين فيلمنت وناحيه بيبقى فيها هدم او البنى بيبقى قليل خلاص، فده بيديني اتجاه الاكتين فيلمنت هيشتغل ناحيه ايه؟ ناحيه الناحيه اللي بيبقى فيها الايه الجروينج ايه او البنى بتاع البوليمر اسرع وفاستر اللي هي بنسميها الباربت اند خلاص. البوينتد اند ده بيبقى الجروينج فيها قليل جدا او بيبقى فيها كمان
فيها تفتيت للبوليمر دي للمونيمر الأساسية خلاص. وده كله بيعتمد على الورك وعلى الاكتيفيتي اوف ذا سيل. السيل نشطة في الوقت ده هيبقى عندي الاكتين فيلمنت سرعة البنى والباربيد اند هتبقى اكتر من سرعة البوينتد اند. لو خلاص ما فيش شغل والخلية الاكتيفيتي بتاعتها بسيطة هنلاقي الباربيد اند لا الورك بتاعها او البنى بتاعها ان هي تبني عشان تكون لي بوليمر وتكون لي الاكتين فيلمنت بتبقى قليله، بما مع البوينتد اند بتبقى اسرع يعني الهدم شويه، وان هي الفيلمنت دي تبتدي تتحلل لي الوحدات الاساسيه اللي هي المونيمر بتاع الاكتين بروتين. ايه الفانكشن بتاعت الاكتين فيلمنت او السين فيلمنت؟ اول حاجه ترانسلوكيشن اوف ذا سيل اورجانيلز. ترانسلوكيشن بتمشيهم خلاص، بتحطهم في المكان اللي محتاج لهم. السيل اورجانيلز عايزه تروح فين المكان بتاعها؟ الفيزيكال والجرانيولز خلاص، يعني هي زي ما قلنا وسائل النقل خلاص، وسيلة النقل جوه الخلية. تاني حاجة formation and function of the contractile ring in mitosis. الميتوزيس مش عارفة هتكونوا خدتوه ولا هتاخدوه بعد كده. الميتوزيس لما بيخلص بيعمل الخلية لما خلاص بتبقى تتحول ان هي الميتوزيس بتتضاعف هتبقى خليتين فلازم ننفصله، فبيحصل كونستريكشن في الوسط وبيتدعم بكونتراكتايل رينج خلاص اللي هي تضغط عشان تروح فاصلة الخلية الاثنين، فده يدي الميتوزيس. الكونتراكتايل رينج دي بتبقى معمولة بالاكتين فيلمنتس خلاص، فهي برضو ليها رول في الميتوزيس دي. لو الحته دي ما اشتغلتش هتبقى الخليه بقى فيها ضعف عدد الكروموسومات، ودي بينتج عنها بعض الايه الكونجنتال انوماليز. زي بلاي سنترال رول ان سيل لوكوموشن خلاص، يعني هي بتحرك الاورجانيلز والفيزيكال، هي كمان الخليه لو بتتحرك هي ليها رول في ان السيل نفسها بتحصل لوكوموشن حركه الخليه. والمينتنس اوف ذا شيل شيب بتحافظ على شكل الخليه، الشيب بتاع الخليه هي ليها، لان برضو هي بتبقى ليها ترتيب، احنا مش داخلين جامد يعني، احنا في النظام الانتجريتد مخففين المعلومات قوي بحيث ان المعلومه دي ممكن هتيجي تاخدها بعد كده في الباثولوجي، هتاخدها في البايوكيمستري هيقول لك خلاص، يعني هتبرز في حته تاني، فعشان بس ما نقعدش نعيد في نفس النقطه. لكن هي الاكتين فيلمنت برضو ليها توزيع، يعني بتبقى ليها كتير حوالين الجدار او بيسموها الكورتكس بتاع الخليه، عشان زي ما يقولوا يسند زي الحيطه بتاعت الاوضه خلاص. الحيطه بتاعت الاوضه باجي مثلا لو حيطه ضعيفه او موجوده بالطين اللبن مثلا وناس على قدهم فييجوا ايه يحطوا عليها طبقه اسمنت مثلا كده عشان تشدها شويه. فالمينتنس بتاع الشيل شيب خلاص بيجي ان كميه من الاكتين فيلمس بتبقى جنب جدار الخليه عشان تدي لها دعم. الاكتين فيلمنت انتجريتد ويز زيموسين عشان تدينا الكونتراكشن بتاع الماسلز اكتر، الماسلز اللي هي الهيكل النسيج العضلي اللي هو دوت خلاص، وفي النسيج العضلي اللي فيه اللي هو جوه خلاص. احنا بنحس قوي بالنسيج العضلي بتاعنا اللي هي بتاع اللي انا بحرك بيه ايدي وبحرك العضلات بتاعت ايديا ورجليا والصدر والبطن والحاجات دي كده. لكن في برضو الماسل سيلز دي موجوده في كل الاورجنز الداخليه، في الهارت والمعده والانتستين، بس دي كلها ايه ما بنحسش طبعا احنا بحركتهم، لكن داخل في تركيب الماسلز معاها اللي هي الاكتين فيلمنت. فالاكتين فيلمنت طبعا ليها وظائف مهمه جدا. هنيجي للنوع الثاني من السيتوسكيلتون اللي هو المايكروتوبيولز. زي ما قلنا المايكروتوبيولز دي هي بتبقى فاين ريجيد هولو تيوبولار استراكشر، بتبقى زي ما صورت
المية بالظبط. خلاص within the cytoplasm of all eukaryotic cells الاوتر ديامتر دي اكبر واحدة بتبقى الاوتر ديامتر بتبقى 25 نانومتر، عشان كده دي بنسميها السيك فيلمنتس. نخلي بالنا انا ما كتبتش تحتها سيك فيلمنتس خلاص، لكن هي السيك فيلمنتس يا جماعة. لو انا في المحاضرة في الباوربوينت انا مش لازم اقول كل المحاضرة خلاص اللي موجودة في الهاند اوت خلاص، فلو في حاجة مش موجودة في الباوربوينت ده احنا كده انا مكتره الكتاب عشان انتوا لسه في سنه اولى ولسه كمان في بدايات سنه اولى خلاص. لكن اصول الباوربوينت او المحاضره بتبقى عناوين وبنشرح وبيبقى معاك الهاند اوت وبنديك السورس اللي احنا حطينا منه ليك شو ان انت تحسن او تضاعف معرفتك، ده هيبقى كويس او انت تدخل على المرجع اللي احنا مديه لك او لقيت حاجه بس من ويب سايت كده او كولج كويسه فيها كلام موسع، لان احنا مختصرين الحاجه بحيث نربط مع العلوم الثانيه في الاقسام الثانيه. طيب يبقى المايكروتوبيول دي سيك فيلمنتس. طيب زي ار هايلي دايناميك ان لينس، هي زيها زي الاكتين فيلمنت هايلي دايناميك، يعني هي زي ما قلنا مش قاعده الفيلمنت كده، الفيلمنت طول النهار في بولمرايزيشن ودي بولمرايزيشن خلاص، بولمرايزيشن اند دي بولمرايزيشن، يعني بتتكون لو انا عايزه ودي بولمرايزيشن بتتفكك للوحدات الاساسيه بتاعتها خلاص. طيب فدي بنسميها هايلي دايناميك، يعني هي ساعه ما عاوز على طول تتركب من الوحدات الاساسيه وتديني التبيول الكبيره خلاص، مش عايزه لا ترتاحي تتفكك للوحدات الاساسيه تمام. طيب البروتين سب يونت اوف ذا مايكروتوبيول از ا هيتيرو دايمر، هيتيرو دايمر بيتكون من الفا زي ما احنا شايفين في الرسمه، واحده لونها ازرق واحده لونها احمر، الفا اند بيتا تبيولين، ده الاكتين كان مونيمر خلاص، لكن ده هيتيرو ده كان بنسميه كانوا هومو بوليمر يعني نفس البروتين خلاص، بيتكون جي 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 بروتين اكتين مونيمر، لكن هنا في عندي الفا وبيتا تبيولين، الفا وبيتا تبيولين هيتيرو دايمر. طيب ذا تبيولين سب يونت الاين خلاص، الاين يعني بتصف از بروتوفيلمنت، بروتوفيلمنت بتبقى رفيعه جدا، وكل 13 بروتوفيلمنت بيقعدوا ايه يترتبوا موازيين لبعض خلاص. هي يعني المايكروتوبيولز الديامتر بتاعها بيبقى معمول من 13 بروتوفيلمنت اللي هي بيديني الديامتر اللي هو 25 نانومتر اللي قلناه في الاول خلاص. A third isoform of tubulin بيبقى موجود في all human cells but in much lower concentration. النوع الثالث او الايزومر الثالث ده بتاع التبيولين is involved in nucleating microtubule خلاص، involved in nucleating microtubules from specialized structure اللي هن قلنا عليه المايكروتوبيولز اورجنايزنج سنتر اللي هو السنتروسوم، يعني هو دلوقتي بيعتبره السنتروسوم هي مرادفه للمايكروتوبيول اورجنايزنج سنتر، بيتكون من تو سنتريولز وحواليها بيري سنتريكولار ماتريكس خلاص. هنا الصوره دي بتودي لي جزء من بتوري لي في خليه عاديه، واللي على اليمين دي في وشي دي الخليه العصبيه، الخليه العصبيه الاكزون عندي بيبقى لما هتاخدوا النيرفوس تيشو الاكزون مليان بالمايكروتوبيولز وشغال على طول، الحاجات بتتكون في السيل بودي بتاع الخليه ويروح لاخر عن طريق الاكزون بالمايكروتوبيولز نروح للنيرف تيرمينالز خلاص، تتفضى الحاجات منها على الافكتور سيل سواء اذا كانت هتبقى مصل او اذا كانت هتبقى جلاند او اذا كانت هتبقى يعني انتستينال سيلز.
خلاص هنا بيديك رول للميكروتوبيولز وهي بتساعد في نقل الاورجانيلز والسكريتوري فيزيكلز. خلاص بتعمل ترانس لوكيشن، وشايفين زي ما احنا شايفين الميكروتوبيولز طالعه منين؟ طالعه من السنتروسوم، وادي السنتروسوم بيترسم تو سنتريولز في وضع عمودي مع بعض. ايه الفانكشن بتاعت الميكروتوبيولز؟ مينتين السيل شيب زي الاكتين، هم ليهم كومن يعني في كومن ورك بيعملوه مع بعض. زي ار كريتيكال في الانتراسيلولار موفمنت بتاع الاورجانيلز خلاص والفيزيكال والماكرو موليكيول كومبلكسز، عشان كده دي بيسموها الكاربو. خلاص الكاربو اللي هي ايه؟ اللي هي يعني يقول لك يعني في كده انا عايزه اشحن حاجه بيسموها الكاربو. خلاص يعني هي اللي بتشحن الحاجه وتروح توصلها لمكان معين. خلاص فبيسموها الميكروتوبيولز ان هي الكاربو خلاص، او وسيله الشحن او بتاعه الخليه. طبعا هنا شبيهه شويه بالاكتين، بس قلنا كل واحده وليها اختصاصاتها. خلاص يعني ده تخصص التخصص، في ناس علماء متخصصين في السيتوسكيلتون شغالين ابحاث جامده بس على السيتوسكيلتون، هي لوحديها كفايه جدا لان هي داخله في ليهم رول في الميوزس والميتوزس، ليهم رول في الكانسر، ليهم رول في امراض كتيره جدا. خلاص they are important in cell migration during development of cell migration. انت هتلاقوا لما تدرسوا ان ممكن خلية تبقى موجودة في حتة في اثناء الامبريو او early في الفيتس او في early postnatal life، وبعد كده بيحصل لها ان هي تهاجر، اسمها migration، بتهاجر لمكانها الاصلي. خلاص في الادلت سيلز برضو هي بتكون لي الميجر ستراكشر بروتين بتاع السيليا والفلاجيلا، وطبعا التيل بتاع الاسبيرما برضو معمول من الميكروتوبيولز. طيب دي حته طبيه، هنا بيقول لك ايه؟ ان في دراجز زي الكولشيسين وزي النوكادازول، نوكودازول خلاص انترفير وذ ذا بوليمرايزيشن، بوليمرايزيشن تكوين التوبيولين دايمر انتو مايكروتوبيولز. خلاص ان انا اصنع المايكروتوبيولز، بتتدخل في التصنيع بتاع المايكروتوبيول. زي انكريز ذا ريت اوف مايكروتوبيول، بيعملوا بقى ايه؟ يعني هم بيعرقلوا البوليمرايزيشن ويعملوا انكريز للديبوليمرايزيشن خلاص، وبلوك السيلز عند الميتافيز. خلاص بلوك السيل ديفيجن سوري عند مرحله الميتافيز، اكيد هتكونوا معرفش هتبقى قبل ولا بعد المحاضره دي اللي هي الميتوزس. الكولشيسين دواء از وايدلي يوزد از انتي كانسر دراج تو تريت، وايضا بيبقى بيساعد في التريت بتاعت الجاوت، الجاوت اللي هو مرض النقرس. خلاص طيب ان جاوت الكولشيسين inhibit the phagocytic uptake of the uric acid crystals by polymorphonuclear neutrophil. بتتاخد الكريستالز بتاعت اليوريك اسيد، بتتاخد بخلايا النيتروفيل بتاعت البلد، ان هي تعمل ديبوليمرايزيشن خلاص للسيتوبلازم مايكروتوبيولز، ما تكونش المايكروتوبيولز. فالكريستالز دي مين اللي هينقلها لحد النيتروفيل عشان تروح عمل لها انجلف خلاص، وتدي الالم وتدي المشاكل دي خلاص، هو الكولشيسين. تمام في الانتي كانسر هو يعني زي ما قلنا بيعمل بلوك للبوليمرايزيشن عند الميتافيز. الميتافيز دي اللي هي هتاخدوها او خدتوها، اللي هي مرحله ان انا بفصل التو كروماتيدز بتاعت 1 كروموسوم لكل خليه جديده، وكل كروماتيد هيكون 1 دبل كروموسوم بعد كده. خلاص فانا لما امنع الانفصال دوت هيمنع لي ان انا امنع التكاثر، واحنا عارفين ان الكانسر ايه التعريف بتاعته؟ الكانسر هو انكنترولبل سيل ديفيجن. السيل ديفيجن اصول دي بتتعامل بكنترول ميكانيزم خلاص،
في الكانسر الميكانيزم دي بتضيع، وبتبقى تفضل الخلية تحصل ديفيجن مفيش كنترول عليه. تمام. طيب انترميديت فيلمنتس، الانترميديت فيلمنتس دي الدايمتر بتاعها من 8 ل 10 نانومتر. هي انترميديت فيلمنتس برضو دول ار ستيبل. الديناميك مين؟ الديناميك الاكتين والمايكرو والمايكروتوبيول. تمام. زي ار ميد اوف ديفرنت بروتين سب يونتس، عشان هم ليهم اسامي وحاجات معينه، فكل نوع ليه البروتين الخاص بتاعها. خلاص. لكن لما اقول مايكرو فيلمنت معروفه ان الاكتين هو البروتين بتاعها، لما اقول مايكروتوبيول يبقى التوبيولين هو البروتين بتاعها. لكن بتاع الانترميديت فيلمنت كل نوع ليه البروتين اللي باسمه. تمام. طب ايه، هناخد دلوقتي اكزامبل لبعض الانترميديت بروتين اللي هي ليهم، يعني هي انواع كتيره، هناخد كم نوع اللي هم ليهم ليهم حاجات يعني بيولوجي وحاجات في الهيستولوجي وحاجات طبعا في الميديسن اللي هي بتبقى امبورتنت ليه ان الطالب طب يعرف. يعني في شكل جدول مبسط عشان يبقى سهل، في عندي انترميديت، في حاجه بنسميها الكيراتينز. خلاص. ده البروتين بتاعها الكيراتين بروتين، والكيراتين بروتين ده فيه منه نوع سوفت كيراتين وهارد كيراتين، مش هندخل في التفصيل قوي، او بنسميها السيتوكيراتينز، ودي موجوده في خلايا كتير جدا، اهمها خلايا الجلد. لما تدرسوا السكن هتتعرفوا على الكيراتين فيلمنتس. السايت بتاعها اول ابيثيليال سيلز، واكتر مكان مشهور فيها اللي هي السكن ابيديرمس، سكن ابيديرمس. طيب في نوع تاني اللي هو الفيمنتين، الفيمنتين ده برضو انترميديت فيلمنت، ده فاوند برضو في موست سيلز، بس المنشا بتاعها او الاورجن بتاعها بيبقى جاي من الامبريونيك ميزانكايم. خلاص. احنا عارفين الامبريونيك بيتكون من اكتوديرم ميزوديرم واندوديرم، فاللي جاي من الميزوديرم او الميزنكايم اغلب الخلايا دي بتحتوي على الفيمنتين انترميديت فيلمنتس. في برضو فيمنتين لايك بروتينز. خلاص. دي في منها كذا نوع، اشهر نوعين عندنا اللي هو الديزمن. الديزمن ده موجود في المسل سيلز، هتاخدوه ممكن بتفصيل اكتر مع محاضره الماسكولار تيشو. وفي عندي الجي اف اي بي اللي هو جلاير فايبريلر اسيدك بروتين، وده موجود في الخلايا الجلايال سيلز اللي هي السبورتنج سيلز بتاعه البرين. خلاص. موجوده في السبورتنج سيلز، الجلايال سيلز بتاعه البرين او النيرفس تيشو. في عندي نوع تاني من الانترميديت فيلمنتس اللي هو النيورو فيلمنتس، ودي تبقى موجوده فين؟ في النيورونز. النيورونز دي اللي هي النيرف سيل الاساسيه او النيرف سيلز اوف ذا نيرفس تيشو. في اللامنز، اللامنز دي موجوده في السيل نيوكليوس، وتبقى قريبه من النيوكليار ممبرين، عشان كده بنسميها النيوكليار لامينا، ودي لاميني، ودي تدرسوها مع الجزء اللي هيدرس تبع النيوكليوس